بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر صدق الله.